ايسما يستمع الزول في اللون. السلام عليكم لا فامي جيسبر كاملين بخير وعلى خير نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله فيديو جديد نهار جديد نتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير اليوم البنات غادي نشارككم واحد اقتراح اولا جوج اقتراحات بالنسبه للعجين هكا اللي كيكون هشيش بجوج مكونات يعني كيكون هكا المكونات ديالو بساطين بزاف والنتيجه كتكون زوينه كيف غادي نشارك معكم آه هكا الاقتراحات بالبطاطا اللي غادي نخرج معكم جوج اقتراحات من لا ديال البطاطا غادي نشارك معكم واحد العصير اللي كيجي كي واعر بزاف آه بمكونات البساط جوج مكونات كتقدروا انكم توجدوا بهم هذا العصير هذا اكيد غادي يكون اقتصادي وكيجي البنات هكا خاطر خصوصا الا درتو هكا بكري يعني كان بارد كيجي المذاق واعر بزاف بقاو معايا حتى لاخر ديال لا فيديو وغادي تكتشفوا معايا كاع الاقتراحات اول اقتراح غادي يكون اللي هو العجين ديال لي طارتو ولا ديال لي كيش هكا آه شي عجين اللي كيكون ساهل في نفس الوقت كيجي كي هشيش انا من الناس اللي كيعجبني الا بغينا ناكل هكا طاخت اولا الكيش كيعجبني العجين يكون هكا هشيش يكون كيدوب كي في الفم ما يكونش هذاك العجين اللي كيكون قاصح وبالنسبه للحشوه ما كتهمش ملي كيكون العجين زوين كتقدروا تعمروا باي حاجه عندكم كتعطيكم نتيجه زوينه بالنسبه لهذا العجين فاحنا كنحتاجوا لجوج مكونات اللي هما الزبده والدقيق بالنسبه للزبده هذا ديال البواطه غنستعملوا هذه البواطه الرابعه ديال الزبده مع 400 غرام ديال الدقيق تقريبا واحد ربعه ديال الكيسان ديال الدقيق بالنسبه لهاد جوج مكونات كنقدروا اننا نجمعو بهم هاد العجين في حاله انه ما تجمعش لينا كنقدروا اننا نزيدو بيضه واحده لان كيكون العجين اللي كيتشرب وكين لا دونك بالنسبه للعجين إلى تجمع لينا بالزبده والدقيق كيكون كافي بعد المرة انا غير الدقيق والزبده كنجمع به هذا العجين ما كنحتاج اضافه اخرى وفي حاله انه كيخصنا باقي شويه باش نشوفوا العجين ما تجمعش مورا فاش كنزيدوا ديك البيضه كنزيدوا هكا معلقه ديال الماء او جوج ولكن كنبازيو على الدقيق والزبده حتى ما كيتجمعش عاد كنزيدوا دوك الاضافات بالنسبه للزبده البنات كتكون هكا زبده هكا هي ديال البواطه كتقدروا تستعملوا الزبده الحيوانيه انا عطيتكم وصفه هي سهله اقتصاديه وكتعطي نتيجه هي زوينه بالنسبه للزبده كتكون بدرجة حراره الغرفه باش هكا سهلة ساهله اننا نخدموها وما كتعذبناش كنديروا 400 غرام ديال الدقيق كنزيدوا لها ديك البواطه ديال الزبده كنحاولوا اننا نبسبسو اولا نخلطوا غير بالاطراف ديال الاصابع يعني هذا العجين ما غير كنجمعوه بالاطراف ديال الاصابع حتى كتدخل دوك المكونات كامله مع بعضياتها في حالة انه ما تجمعش كما قلت لكم شتو بانه خاصو شويه كنزيدو ممكن بيضه وكنزيدو معلقه ولا جوج ديال الماء على حسب العجين يعني كتزيدوا عينكم ميزانكم صافي البنات هنا ملي كنجمعوا هذاك العجين بالنسبه لي هاد العجين غنقسمو على جوج غادي نخرج منه الحلو وغادي نخرج منه المالح الا بغيتو هكا بغيتو غير مالح راه كتخليه وتقدروا تنسموه مثلا آه تزيدوا هكا مليحه تزيدوا شويه ديال الابزار شويه ديال البابريكا اولا التحميره كتكون حلوه اولا مالحه العطريه المكسيكيه اي حاجه بغيتو كتنسموه به وتقدروا تخليوه غير هكاك فقط بمليحه آه كيف كتقدروا انكم الا بغيتوا آه يعني حلو انكم ديروا ليه السكار كلاصي هنا نقسمتو على جوج منها نخرج الحلو والملح وفي نفس الوقت نشارككم باللي العجين تقدروا انكم تستغلوه في الحلو والملح بلا ما تعجنوا على جوج مرات وبالنسبه اللي كيش رفيت لي بارطاجيت معكم آه الانواع ديال اللي كيش اللي كيكونوا هكا راقيين منسمين بجميع النكهات آه غادي تلقاهم اكيد في القناه انا بارطاجيت معكم طريقة ديال الشاف حسنه جميع انواع ديال لي اللي, اللي تقدروا انكم تخيلوهم سواء هكا بلي فروماج او لا هكا بالبودره ديال اللوز يعني الانواع والاشكال اللي غادي تروقكم فهنا البنات غادي نقسمو على جوج واحد غادي نسمو اونيت باش نميزهم باش ما يتخلطوش ليا غادي واحد ندير له السكر كلاصي هذا غادي يبقى حلو والاخر غادي نزيد له شويه ديال العطريه اللي كتبقى اختياريه وصافي غادي نديرهم في بلاستيك غادي ندخلهم الثلاجه مدة ساعة ومن بعد غادي ندوز باش نخدم بهم بعد ما خليت العجين ديالي ساعه في الثلاجه كتقدروا انكم ديروه ليله كامله كيف كتقدروا انكم الا وجدتوه وبقى لكم اولا بغيتو تحتفظوا به حطوه في الفريكو وقت ما بغيتو كتجبدوه كتطلقوه كتخدموا به بحال يلا صيبتوه هنا غادي نطلق هاد العجين هذا ومن بعد غادي نولي نقطعو يعني غديروا في هذا لي مول الصغار كتقدروا ديروا هكا لي مول صغار اولا ديروا مول كبير كيبقى لكم الاختيار غادي نقطعهم وغادي نقدهم هكا في المول ومن بعد غادي نتكهوهم هكا بالفورشيط وغادي نحطهم هكا في لاطا ولا في الطاوه ديال الفران غادي نحط عليهم شويه ديال ديال الحماصه اولا اللوبيا اولا اللي كان باش كنتقلهم باش ماكيتنفخوش لينا وغادي ندخلهم للفران اللي كنسخنهم من التحت ومن الفوق حتى كيطيبوا كياخذوا هكا لويين خفيف وكنخرجهم باش كنعمرهم بالحشوه نفس الشيء بالنسبه للعجين الاخر الحلو يعني حتى هو كنطلقوا وكنديرو في ليمول وكنطيبو من بعد غادي ندير له هو لا كريم بالنسبه لا كريم باتيسير ديال هاد لي طارت انا غادي نديرهم بالليمون ما درتوش بالحليب يعني كندير كندير عصير يعني ديال الليمون يعني نسيطرو ديال الليمون بحال الشكل ديال الحليب نسيطرو ديال الليمون مع جوج معالق كبار ديال لابوت ديال كريم باتيسير مع جوج معالق ديال السكر اللي كيبقى اختياري كنصمو بواحد الفانيت تقدروا تنصمو بقشور الليمون او لد الحامض كيبقى لكم الاختيار صافي كنحطو هكا فوق العافيه كنحركو حتى كيبدا كيعقد كنزولو مباشره ملي كنخرج هدوك دوك لي طاخت من الفران كناخذوهم ملي كيبردو كنكب عليهم هداك لا كريم وكنزينهم هكا كيبقى اختياري نقدر ندير ناباج نزينهم بالبنان او لا هكا بالفخيزه ولا الكيوي يعني كيبقى لنا الاختيار وبالنسبه لهذوك الاخرين اللي كيكونوا مالحين نحط عليهم واحد الطريف ديال الفرماج ساندويتش ومن بعد اه كندير الحشوه الحشوه البنات كتبقى اختياريه كما قلت لكم لاباز هو العجين وهاد لي طارت اما الباقي يعني كيكون اي حاجه درناها كتجي مزيانه هنا بالنسبه ليا درت شويه شحر شويه ديال الدجاج مع بصله مع الفلافل غادي نديرها هكا ونقدروا نديروا فروماج نقدروا نديروا اي نوع ديال الاجبان بغينا بالنسبه لاباري غادي نشارككم لاباري اللي كتكون هكا رخيصه وسهله والمكونات ديالها موجودين في عندنا في الدار فبلاص لا كريم فريش كنعرفوا ان لا كريم فريش هي اللي كتكون لاباز ديال هاد لاباري انا غادي ندير غير دانون مسوس كيجي زوين بزاف البنات وغادي ندير معاه البيض ومليحه وابزار غادي نستنف في الاخر بالكوزه بالنسبه للفرماج كيبقى اختياري كتقدروا ديروه كتقدروا ما ديروهش انا درته هنا مع هاد وما درتوش ف فوق ليكيش سواء ملي بغيت ندخلهم من الفران اولا ملي خرجتهم يعني هاد ليكيش البنات كيجيو زوينين تقدروا تيفيتيو كاع الفرماج لكم زوينين غادي نستنف هنا بالكوزه من بعد ما درت ياغورت مع البيض مع المليحه وابزار درت لهم شويه ديال الفرماج خلطتهم صافي غادي نخلط هذا الخليط مزيان وغادي نزيدو فوق الحشوه كتقدروا ديروا اي حاجه يعني الكفته طون كروفيت يعني بحال هكا اللي في خوي كيجيو يعني كيف كتقدروا انكم ديروا غير الخضره المهم البنات بالنسبه لي كيشا ولا الحشوات الا بغيتوهم رجعوا ليهم انا غادي نخلي لكم ليان ديال لا فيديو في صندوق الوصف وغادي نخلي لكم في اخر ديال لا فيديو كندخلهم للفران ما كيتعطلوش لان كل شيء طايب عندنا هدل... آه هاد عندنا العجين طايب الحشوه طيبة يعني غير هذيك لاباغي غادي تشد في هذيك الحشوه صافي وغادي نخرجهم وهادو بالنسبه للحلوين يعني اللي عمرتهم بهذيك لا كريم ديال الليمون زينتهم هكا بشويه ديال البنان وهنا البنات دزت بالنسبه للبطاطا درتها تسلق باش نخرج منها واحد جوج اقتراحات وهنا بالنسبه للخيزو درتو يتسلق شويه دلما ما كان كترش لما الماء ما كنكثرش الماء بزاف غادي ندير فيه عصير اللي كيجي زوين بزاف اقتصادي وكيجي البنات زوين كيجي بحال لوكو ديال ديال المونغ عندي خيزو منقي مقطع درتو شويه ديال الماء كندير معاه شويه ديال السكر على حسب الذوق كيبقى على حسب الذوق كتعجبني هاد المرحله نزيد فيها السكر حسن من انني حتى بغي نطحنو ونزيدو كيعطيه لون زوين وكيجي بحال هكا بحال راه مركز غادي نسلقهم بعد غادي نقطع الليمون بالنسبه للليمون كتكون الا كان كبير كتكون ليمونه وحده كافيه يعني ليمونه وحده البنات كتقدروا انكم تخرجوا عصير اللي هو زوين والكميه اللي هي كتيرة بزاف وفي نفس الوقت كيجي خاطر وكيجي زوين بالنسبه للليمون قشرته حيت له حتى ديك القشره البيضاء باش ما كتجيش ديك المروره وحيت له العظام يعني كنحاول نقطعو بهذه الطريقه هذه دائري باش هكا نزول هذوك العظام اللي كيكونوا في الداخل صافي كنزيدهم على داك الخيزو وداك شويه الماء اللي باقي فيه كنطحنو كيجي هكا خاطر بزاف كناخذ الماء اللي كيكون هكا بارد كنبدا كنطحنو حتى كنحصل على لا تيكستور اللي بغيت آه هو كيجي زوين الا كان خاطر ولكن كيبقى لكم نتوما الذوق كتبقاو تزيدوا الماء حتى كتحصلوا على آه يعني الخليط اللي بغيتو آه تيقوني كيجي البنات واعر بزاف يعني بلا ما تنسمو حاجه كيجي فيه واحد المذاق اللي هو مختلف حتى الوليدات الا ما كانوش كيشربوا لكم العصائر ديال الخيزو ما كيبانش نهائيا صافي هنا غادي نعصرو وغادي نطحنو مزيان كتقدروا انكم تصفيوه انا صفي وأنا ما صفيتوش يعني غير طحنتو مزيان آه ما كتجيش حتى حاجه باينه فيه وغادي نحطو في الثلاجه هكا كل ما كان بارد كل ما كيجي زوين وهنا بالنسبه للبطاطا من بعد ما سلقتها هزيتها حيت لي هذيك القشره ومعستها هكا بالفرشيط مزيان غادي نخلطهم مزيان ونزيد لها شويه العطريه اللي كتبقى اختياريه كتقدر تضيفوا اي حاجه بغيتو وغادي نزيد لها الزعتر اللي كيتواتى معها بواحد الشكل اللي هو زوين بزاف غادي ناخد واحد لابارتي غادي ندير فيها هكا المعقوده يعني العاديه اللي بارطاجيت معكم بزاف ديال المرات اللي كناخذها كندير فيها فرماج عادي يعني فرماج المثلث اولا مربع كيبقى لكم الاختيار وكنزيد معها دي مورسو هكا ديال الموتزاريلا صافي كنكورها كندوزها في البيض ومن بعد كندوزها في لا شابلو اما كتقليوها اولا كتدخلوها للفران هنا غادي ندخلها للفران كتجي البنات زوينه خصوصا داك الزعتر كيعطي فيها واحد النسمه اللي رائعه وبالنسبه للاقتراح الثاني من نفس لابيغ ديال البطاطا غادي نأخذ هكا المول ديال لي كاب كيك غادي نغلف ليه الزبده مزيان ومن بعد غادي نلبس له هذيك البطاطا وغادي ندير الحشوه اللي كتبقى حتى هي اختياري يعني خذوا الحشوه اللي بغيتو غادي نعمرهم هكا بالحشوه ومن بعد غادي ندخلهم الفران تقدروا دير لهم حتى هما الفرماج من الفوق كيبقى لكم الاختيار غادي ندخلهم الفران اللي ما كياخذوش الوقت لان كلشي طيب البطاطا طيبة الحشوه طيبة هنا آه حطيت عليهم غير فرماج هكا ساندويتش واحد شويه الفرماج من الفوق كيعطيهم واحد التعليكه اللي هي زوينه وهنا البنات صافية عصرت غير الليمون ودرت سلطه فخوي عاديه يعني قطعت هذوك لي فخوي اللي عندي كبيت عليهم شويه ديال عصير ديال الليمون وهنا بالنسبه للعصير اللي بارطاجيت معكم اليوم ديال الخيزو والليمون كيجي اقتصادي وكيجي زوين آه سواء هكا في الشكل ديالو اللون ديالو وحتى في المذاق كما قلت لكم السر ديالو هو انه يكون هكا بارد مزيان ويجي هكا خاطر وبالنسبه لهنايا الاقتراحات ديال ديال اللي درنا بالبطاطا كيجي زوين البنات وهكا مختلف وكيجي الشكل ديالو زوين بالنسبه لهنا المقروط مع الشباكيه صراحه المقروط زوين بزاف يلا جابو عماد يعني باقي جديد كتقاد واحد السيده معاه في الخدمه صراحه الله يعطيها الصحه جا هكا من السموجه غزال يعني شهوه منه كنتمنى البنات الاقتراحات ديال اليوم يكونوا عجبوكم وتستفدوا منهم وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم وتكون خفيفه على قلوبكم نقول لكم صحه فطوركم تقبل الله منا ومنكم اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب